الله الله وتعمل الله الله مش الله. عارف ده ايه، يمضيك على الهوا. ما ترجع مصر وانت متدلع لي قوي وطالع لي. ماشي يا عم بدر، ماشي يا كابتن. احنا فرحانين بنجاحك عموما، يعني اجي له ماشي على رجلي من الامارات، فرحانين بنجاحك. احنا عارفين كده والله. ده انت بتكلمني في العشق والعمل، تاريخ بدر رجب وعمل تاريخ كل لعيبه مصر النادي الاهلي. طيب عارفين كده يا كابتن ومنتظرينك ان شاء الله. قول لي الاخبار، اجواء المباراه عندك ايه ورؤيتك ليها ازاي؟ بالنسبه للاجواء، اجواء جميله جدا في دوله الامارات الشقيقه هنا في دوله الامارات، المحبه للمصريين والعاشقه الكره المصريه، بدليل انها بتستضيف السوبر 6 مرات، وده حدث تاريخي ان يستضيفوا الفرق المصريه تلعب السوبر في دوله الامارات الشقيقه، كانك بتلعب في بلدك بالظبط. هنا الاجواء جميله جدا يا كابتن، وجماهير النادي الاهلي متحمسه جدا 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 جدا، وان شاء الله يرجع النادي الاهلي بالسوبر كالعاده يعني. لكن رؤيتي للمباراه يا كابتن ابراهيم، المباراه هتبقى شرسه جدا بين الفرقتين، لان البيراميدز جاي من بعيد، والحافز عنده ان هو بيلعب بطوله ما كانش موجود فيها، فبالتالي هيبقى خصم عنيد للنادي الاهلي. ولكن احنا املنا في ربنا ثم في لعيبه النادي الاهلي اللي عوضونا ان هم يبقوا ابطال، ودي الضريبه بيدفعها البطل ان هو من بطوله لبطوله بعيد عن كل الاحداث اللي حصلت قبل كده، وبعيد عن كل الهجوم اللي كان على النادي الاهلي. لكن ان شاء الله بكره هيشرفونا، لان احنا عندنا مدرب كويس، عندنا اداره واعيه بتعرف تتعامل مع الازمات، عندنا لعيبه تعي وتدرك قيمة النادي الأهلي بالذات في البطولات اللي هي بتبقى من دور واحد بس. تغيير الفريق المنافس فجأة في وقت قصير، شايف إن ده يأثر على تركيز اللعيبة واستعداد المدرب؟ لا، هو ما يأثرش على اللعيبة، لكن يأثر على فكر المدرب يا كابتن إبراهيم، لأنك أنت أما تكون بتعمل تكتيك تلاعب فرقة ليها لعيبتها وليها الاختيارات بتاعتك واسلوب اللعب وطريقه اللعب والنظام اللي هتلعب بيه، بعكس ما تلعب فرقه ثانيه جات لك مفاجاه كده، فبالتالي بتغير السيستم وطريقه اللعب حتى باختياراتك للعيبه. كل ماتش ليه رجالته، كل ماتش ليه اللعيبه اللي تقدر تكسب بيها، بالتالي كولر عنده خبرات كبيره في التعامل مع المباريات الكبيره دي، وهو سبب قبل كده ان هو يقدر يتعامل مع فرقه كبيره زي ما كان ماتش الوداد المغربي، الناس كلها كانت قلقانه، ولكن فاجئنا بتشكيله كويسه واسلوب لعب عالمي، خرج بالمباراه لبر الامان. بالتالي بكره ان شاء الله هو عنده سيناريو كبير جدا لمباراه الزد، وان شاء الله يكلل مجهوده بالنجاح ويجيب بطوله بايد النادي الاهلي. تتوقع مين من الاهلي يكون نجم المباراه بكره؟ خلينا نتكلم في كهربا، وخلينا نتكلم في حسين الشحات في الجزء الامامي. وفي الجزء الخلفي خلينا في محمد عبد المنعم، وخلينا في نص الملعب املنا في ربنا ثم في حمدي فتحي. ما شاء الله كل دول ولادك، لكن هقف معاك شويه عند كهربا، لانه انا اعتقد انت صاحب التسميه دي مش كده؟ انا صاحب تسميه اللعيبه دي كلها، بس كهربا اتخذت له اسم كده نابع من شخصيته الجميله الطيبه اللي فيها حركيه زياده وفيها معامله بالسجيه. عامله بالسجيه بتربيته وقيمته وقيمته في الملعب دلوقتي بتبان من موسم لاخر ومن ماتش لاخر. كهربا لعيب موهوب يا كابتن ابراهيم، وكهربا اضافه للكره المصريه. انت اول حد استقبل كهربا في مدرسه الكره في الاهلي، انت شايف ان هو يعني شخصيته قادره تستحمل كل الضغوط والمشاكل دي؟ ما هو ده يدل على شيء يا كابتن، يدل على ان الولد ده ولد طيب، وربنا بيديله انه هو رغم كل الظروف دي والضغوط دي، اي لعيب في العالم يتعرض للضغوط اللي اتعرض لها كهربا ما افتكرش انه ممكن يتمرن، مش ممكن يلعب. لكن كونك ان انت يبقى عليك الضغوط دي كلها والمشاكل دي كلها والمهدرات اللي حواليك، وكل ماتش بتثبت ان انت ورا رابحه للنادي الاهلي والمنتخب المصري، فده لازم نرفع له القبعه، ولازم نقف جنبه، ولازم نشجعه، لان ما يبقاش لوحده وسط المهدرات والضغوط النفسيه اللي على كهربا. لازم كل مصر تقف جنب لعيب هيفيد المنتخب المصري، مش لعيب في النادي الاهلي. كهربا يفيد المنتخب المصري، انا بعني ما اقول، لان كهربا لعيب موهوب ومكانه محجوز في المنتخب المصري، بالتالي مش عايزين نخسر لعيب موهوب
قبل كده خسرنا لعيبه كتير وما بقاش عندنا لعيبه، دلوقتي احنا عندنا لعيبه بتلعب تحت الضغوط. ودي انا من هنا من الامارات بحي كهربا بقول له انت شرفتني وشرفت الكره المصريه. كهربا يعني بدايته جناح، لكن في الفتره الاخيره الحقيقه كراس حربه هداف ومؤثر، انهي مكان انسب له؟ والله هو في الاثنين بيجيب، لكن هو لما لعب راس حربه بقى عنده الحاسه التهديفيه اعلى شويه. لان في الجناح ممكن تبقى هداف، ممكن تبقى صانع العاب للفرود الثاني اللي بيلعب جنبك، لكن لما لعب كهربا بما يمتلكه من موهبه وفكر وتالنت عالي وسرعات ويجيد الواحد ضد واحد والتحرك جوه ال 18، اثبت ان هو عمله نادره بالنسبه للمهاجمين اللي موجودين في مصر. ناس كتيره بتقول لك الاهلي كان افضل يلعب مع الزمالك عن بيراميدز فنيا، انت مع الراي ده؟ والله النادي الاهلي هو ده بقى دي ضريبه الابطال زي ما بقول لك، ان هو يلعب قدام اي حد، احنا نلعب قدام اي حد لان انت بطل والبطل ما بيخافش من حد، وبالتالي لاعب اي فريق في الدنيا. يعني لعبنا ضد ريال مدريد ولعبنا ضد برشلونه، فبالتالي مش هيفرق هنلعب مع مين، لكن اللي هيفرق اداء لعيبه النادي الاهلي اثناء المباراه والتركيز والانتباه طول المباراه، لان دي مباراه من دور واحد مش دوري تقدر تعوض في الدور الثاني او في الماتش الثاني، لكن دي مباراه من شوط واحد. الكاس ده يسمى الكاس بالقضيه زي ما بيقولوا. الكاس بالقضيه. بمناسبه صاحب القضيه قفشه، رايك ايه؟ اكيد بمناسبه قفشه. رايك ايه؟ والله قفشه يعني من اللعيبه اللي لازم نصبر عليها كتير، لان قفشه ده برده لعيب موهوب وبيمر بظروف خاصه بيه هو، عدم اللعب وكده، فممكن يبقى عنده فقدان ثقه شويه، لكن قفشه من اللعيبه المميزين في النادي الاهلي، واثبت قبل كده وهيثبت ان شاء الله الفتره الجايه ان هو جدير بتمثيل النادي الاهلي وجدير بتمثيل منتخب مصر. انا رايي ان اللعيبه الموهوبه لازم نحافظ عليها، بالذات اللعيبه اللي عندها تالنت وعندها فكر، وهو عنده الاثنين قفشه، لانه ولد يستطيع التحكم في سير المباراه واداره المباراه من نص الملعب وصانع العاب على اعلى مستوى. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، بما ان حدث يعني متغيرات ومنحنيات الماتش ومين الاطراف الماتش وبتاع، النهارده استقر الامر الاهلي وبيراميدز، مردود ده على الشارع الاماراتي والجمهور بقى اللي هو مش اهلاوي ومش مش مصراوي، يعني هل في شغف، في متابعه، في اهتمام، الناس فيها ترقب ولا في ايه؟ اي حته فيها النادي الاهلي يا كابتن بتبقى فيها ترقب وفيها اشتياق، لانك انت بتتفرج على فريق بطل القاره الافريقيه، فالشغف ده موجود طول ما النادي الاهلي في اي حته بيروحها، الشغف موجود والبهجه موجوده في وجود لعيبه النادي الاهلي، لانها بتمثل الشريحه الاكبر من الجماهير المصريه، وبتمثل الشريحه الاكبر من منتخب مصر، وبتمثل الشريحه الاكبر في العالم في حصد البطولات. فطبعا الدنيا الناس مبسوطه جدا بوجود النادي الاهلي بغض النظر هم هيلعبوا مين، فده دي حاجه يعني ثقه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي اعظم جماهير في العالم، اللي هي في كل الازمات وفي كل المحن بتقف جنب لعيبه النادي الاهلي بعيد عن اي نتائج، وده سر عظمه النادي الاهلي ان عنده جماهير بتوقفه على حيله، وان شاء الله بكره هتشوفوا الاستاد مليان مفيش قدم من جماهير النادي الاهلي. مؤمن زكريا وصل عندك مش كده؟ مؤمن وصل. ربنا يشفيه ويعافيه، يعني مؤمن واحد من ولادك اللي انا متابع بدايته معاك انت. ده مؤمن ده يا كابتن ابن البكر. ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع له عياله سالم غانم ان شاء الله، ولد جميل وطيب وربنا بيختبره، واكيد ربنا بيختبره وهيعدي الاختبار ده ويرجع ان شاء الله بالسلامه احسن من الاول ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. طب اعمل زي المهندس عدلي واسالك، انت راجع امتى ان شاء الله؟ انا راجع ان شاء الله في 1/6 ان شاء الله. هانت خلاص الاجازه قربت. هانت خلاص، والمهندس عدلي مسك القلم بتاعه بيكتب. لا المهندس ده لينا معاه صولات وجولات، من الناس اللي خدمت النادي الاهلي طبعا، ومن الناس اللي تفانت عمرها كله، من ايام ما كان عضو مجلس اداره لمدير التنفيذي في النادي، يعني احنا حاضرين واحنا بنلعب واحنا مدربين، حاجه جميله يعني، حاجه تشرف ان شاء الله. تنور، وفي انتظارك ان شاء الله يا كابتن. الكلمتين الحلوين دول باذن الله تيجي بسلامه في اجازه او عوده نهائيه. حلوين يا كابتن عدلي، مش حلوين، انت عارفني انا صادق حبيبي. انا طبعا عارف كابتن بدر،
الواحد بيسعد وانا بحب اي حد يخدم النادي الاهلي. ربنا يخليك، احنا بنسعد باي كادر من كوادر الاهلي يتالق وينجح ويشرب من تجارب جيده لانه بيكون مفيد ومشرف للنادي الاهلي. شكرا ليك يا كابتن، ويا رب يفرحنا بكره ونبارك لبعض. شكرا لحبيبي، تحياتي ليك ان شاء الله بامر الله. شكرا، تحياتي يا كابتن بدر. شكرا جزيلا للكابتن بدر رجب نجم النادي الاهلي والمدير الفني لقطاع